كابتن عادل، مبروك، فوز مهم للنادي الاهلي، حقق باللي هو عايزه. توقعنا من البدايه ان الفتره دي فتره مضغوطه، فتره فيها اجهاد، يمكن انت حتى اتكلمت على موضوع الاجهاد وعلى موضوع اللعيبه اللي كان بقى لها فتره بعيده عن الملعب، فهتتاثر بعض الشيء، ولكن زي ما قالوا كابتننا كابتن شريف وكابتن اسامه، المهم ان انت حققت الهدف بالحصول على ال3 نقاط. احنا اتكلمنا يا كابتن قبل الماتش وقلنا المباراه دي عاوزه فكر، عاوزه تغييرات كتير قوي في الافكار، يعني اللي هو ايه، تبقى تجاري قوي في انك تطلع بال3 نقاط. احنا النهارده كنا في يعني تجاريين شويه، بمعنى اوريك ازاي كولر بدا يبقى تجاري في كولر. عمره ما كان بيغير بين الشوطين، غير بين الشوطين، وانا زي ما قلت لك قبليها قلت لك كولر مش هيتحكم في الفرقه 100% لان بيشاركوا واحد مهم مدرب احماله، فقال له لازم تغير. بدا باتنين، يعني تغيير ومش واحد، ديانجو غير اتنين، وهو تغييره الاتنين عشان ال3 مواقف بتوع الوقف بتوع التغيير الخمسه، فبدا باتنين عشان ما يحسبوش، عشان تقدر تغير الباقيين على 3 مراحل على 3 مراحل، ودي حاجه مهمه جدا. اللعيبه بالنسبه بقى للعيبه النادي الاهلي النهارده، حسيت انه الناحيه الهجوميه عندك كانت مش وحشه، بغض النظر عن موديتس، يعني النهارده موديتس ضيع اهداف كتير زي ما الكابتن اسامه قال، وحاجه مهمه انه لازم يركز شويه في حته اللعب على الجول وانهاء الهجمه، لانه الفتره دي فتره انهاء الهجمات مش هتستحمل. صحيح. انت كنت خايف في اخر دقايق فرقه يجيب جون يبوظ لك اللي انت عملته، واحنا اتفقنا ان مفيش ماتش يضيع منك، لو ضاع منك تعادل او هزيمه لا قدر الله هتبعد كتير، مفيش حاجه اسمها لسه بدري. صح. لسه بدري لو احنا لاعبين مباريات قد بعض، احنا متفقين ان احنا عندنا 8 مباريات، 34 يوم هتلعب 11 مباراه، يعني يعني الفتره دي لا تسمح بالتعثر خالص، ولا تسمح بانك ما تفكرش كويس كجهاز كلاعب وكجهاز كلاعيبه، ولا يصلح انك لعيب تضيع وقت في عدم الراحه. خلي بالك يعني الكوره في ملعب اللاعبين اكتر من المدرب واكتر من اي حد تاني، لانه راحتك الشخصيه كلاعب هتقدر انك انت تواكب الاوقات اللي هتلعب فيها ماتشات كتير، فيجب انك انت تحضر نفسك. تغييرات جت في وقتها، انا في رايي انه تقسيم الوقت، انا مش دعوه بالفنيات 100% دلوقتي، النهارده على الاقل بالذات والايام اللي جايه، تقسيم الوقت مهم جدا، انك تاخد قد ايه وقت وتاخد قد ايه وقت وتاخد قد ايه وقت. بس اتمنى ان قفشه يبقى ليه دور اعلى من كده كتير، يعني قفشه نزل اخر 5 دقائق 7 دقائق، اتمنى ان قفشه ياخد وقت كبير، لانه قفشه في الوقت الحالي اجهز من اجهز اللاعبين واكثر اللاعبين راحه، واكثر اللاعب انت باحتياجك ليه في اخر السنه، لانه قفشه من اللاعبين اللي ممكن يوصلك الناحيه الثانيه كويس قوي. ولكن مبروك، خطوه اولى، انت عندك 8 خطوات احنا اتفقنا، عقبال ما تجيب البيراميدز انت عندك 8 خطوات، خدت خطوه من الـ7، يجب انك انت اللي جاي واللي جاي واللي جاي، عندك مشكله، انت عندك مباراه اللي جايه في اسكندريه، الاتحاد السكندري، وعندك عيد، وبعدين الداخليه، لو كنت تقدر تقعد هناك لغايه الماتش صعب، عشان عندك عيد، تيجي تعيد مع اهاليها، عشان عندك عيد طبعا، عشان كده بقول لك الظروف كلها صعبه، يجب التضحيه شويه، حتى اللاعبين الاكل والحاجات دي في اول يوم العيد لازم برضو يخلي بالهم من الامور دي كلها، عشان كده بقول لك الموضوع شق جدا على كل المنظومه بتاعت كره القدم في النادي الاهلي. ان اردت انك انت تكمل وتبقى بطل دوري لازم تضحي بحاجات كتير قوي بالذات في الفتره القادمه. صحيح.